حقيقة أنا هذه الادعاءات اللي انحكت والأقاويل اللي انذكرت، أنا ما أريد أقول كل هاي الادعاءات لضرب أو تشكيل فد نقطة سوداء على حرس نينوى. حرس نينوى لم يشارك ولن يشارك في أي تظاهرة حدثت في من تأسيسه لحد الآن، لأنه حرس نينوى حرس فقط لحالات التي هي حالات عسكري فقط، والتعامل مع القيادات الأمنية والقيادة هيئة الحشد في بغداد. حقيقة يوم التظاهرة يمكن إذا أذكر هاي الحادث يمكن كثير ناس ما يأمنون بي أو ما، أنا صدر لي أوامر من عدة جهات ومن أقرب الجهات السياسية لحرس نينوى بإخراج حرس نينوى، وأنا رفضت بإخراج حرس نينوى إلى التظاهر، لأنه نحن نعمل كعمل عسكري فقط ونرفض السياسة. حرس نينوى ليس تابع لأي شخص وليس له أي شخصية مسؤولة لحرس نينوى. حرس نينوى لأبناء الموصل ولأبناء العراق، وحرس نينوى هو الذي أنطى شهداء وأنطى جرحى وأنطى ضحايا كثيرة في كافة معارك تحرير نينوى من داعش. وأكرر، حرس نينوى هو لأبناء نينوى فقط وليس تابع لأي جهة من الجهات ولا أي جهة سياسية في الموصل أو خارجها.